شو الرأي ديالكم في مدينة جديدة؟ ياك مدينة جديدة أخويا في المعاملة التفضيلية بزاف، وكاينين الناس اللي مستغلين الشعب عند الناس هذي وكيقضيو المصالح ديالهم على حساب ناس أخرين، وراه الشيء اللي كاين في هذه المدينة. كما قال واحد الوزير قديم قال لك أنا حالف شرد الدكانة كاملة بقر ونزفتهم كاملين. هذه الكلمة الأولى والأخرى اللي نقول لك أخويا. حتى السؤال دابا أنت كتهضر بواحد على المدينة بواحد الغيرة. ماشي كنهضر على المدينة بواحد الغيرة، ماشي كنهضر على المدينة، حتى أنا ولاد البلاد، ولاد البلاد فهمتي، هما اللي كيعرفوا حرق في هذه البلاد هذي فهمتي. سبيطار ما فيه ما يتشاف، مخلي الناس مساكن مليوحين تما، خصنا مشيتي ليه في الليل موسخ، خصنا ديك جات على الوالده موسخه لواحد الدرجه، الدم في الدروج كتسير غادي الدم، يعني سبيطار في تعجيده صراحه ما فيه ما يتشاف. والله جات اختي بغات تولد فيه، بقات نقول لك مسكينه بنتها دابا مريضه بسبب انها ما ولدوهاش في سميتو، على خلاف السبيطارات ديال المدن الاخرين زوينين وكيهتموا بك بزاف. هاد جديده لا كاين والو في جديده، خاصك ضروري الفلوس، لا ممكن تعطيتي الفلوس ما مشيتي للسبيطار. كنمشي كنت كنمشي مع واحد صاحبتي وكنشوف الحالات كاريتي. دابا انت ولد البلاد، لا تعطاك واحد المنصب سياسي في المدينه، شنو تقدر تغير؟ خويا المنصب السياسي كيف مفاسحه في السياسه ياك، انا ما مأهلش ما فاليديش باش نهضر معاك في السياسه. لا دابا انت هضر من المنطلق ديالك باقي كاع ما مأهل، لا تعطاك المنصب شنو تبدل الحوايج كيف خاصهم يتغيروا. خويا الوقت كيفاش تبدل بنادم، دخلتي السياسه ما بقاش هذا اللي كيهضر معاك بحال هكا، واش فهمتي؟ يعني تقدر تبدل لك الفلوس، غادي تولي عندك حق، تولي عندك واحد القوه اختياريه، تولي عندك واحد القوه اختياريه حيت كتمثل واحد الفئه من الشعب. ياك ديك الساعه انا تلا صوتش عليا وانا شفرت راه شفتها قديش معايا يدر، بالله ما خويا علاش غادي نصوت؟ انا لا متامن مع حتى واحد فهمتي، مالك ديال نفسي ديال راسي كندير اللي كيسلكني، ما كنديرش اللي كيسلك بنادم. ولكن واش كظن ان الشعب اللي ما صوتش كاع كامل غيتبدل؟ خويا شي الشعب اللي ما كيحش بالظلم عمرو يستحق الحريه من الاولى والاخرى. ناقص لي ريسورس، ناقص الموارد ديال الخدمه، ما كايناش خدمه بالنسبه اللي جيتي تشوف مثلا دابا دير واحد الاحصاء العدد ديال لي جون اللي طالعين، هاد لي نوفيل جينيراسيون ما عندهمش لي ديبوشي، 100 يلاه جوج اللي يقدروا يخدموا ولا ثلاثه. يعني هادو يعني غير واحد الشق ديال الشغل، يعني تقدر تشوف شي حاجه لوجيستيكيه ولا بنيه تحتيه بحال داك الشيء ديال البنيه ديال الرياضه وداك الشيء، حتى هو ما كاينش. شي واخا نعطيو الفلوس للمسؤولين السياسيين خاصو هو بعدا العقليه ديالو تبدل، عرفتي كيفاش؟ تكون عنده اون فولونتي ديال الاصلاح، ماشي عا طلع سير بلاصه عاكيوصل بحال بغيتي تقول كيقدر كي كنقولوا كي كيقولوا شي كتاب معروفين مشارقه خمر السلطه كيسكر صافي البير لي بيدال صافي ما بقى والو. وانت شخصيا الا طلعتي خديتي منصب واش غتسكرش انت معاه؟ لا ما نظنش، يعني واش بدل شي حوايج؟ عرفتي علاش؟ لان في عمري 57 سنه وعشت وجلت وشت اوروبا.